تحدث على مرحلة الدراسة، لأني أنا سمحتك مرة تتحدث أعتقد في حوار صحفي مكتوب، قلت أنه الشيخ وسيم يوسف كان عنده الكثير من الصعاب في مرحلة الدراسة، وأعتقد أنت قفزت للجامعة المرحلة الابتدائية. لا، الدراسة من الابتدائية. من الابتدائية أكيد. الابتدائية كنت أدرس في مدرسة قريبة من منزل اسمها الحسن بن الهيثم. هذه أول مرة تلتحق بالدراسة؟ هذه أنا درست في مرحلة الكيجي، يعني أذكرها كحلم. يعني كان عندنا مرحلة كي جي تسمى أو الروضة، كانت موجودة في على قمة جبل اسمها وصف التل على ما أحفظ في إربد. فنحن كنا نسكن يعني بعيدا عنها، لكن هي كانت الروضة، لكن نسيت اسمها، أذكرها كحلم. فكان يأتي باص الروضة يأخذني ويرجعني.